mwana manao mashuvu kwezi zakhira alanda gda dabta shakla ma yadrubu fil hawa yumdak fil junub fi wahid darabu itnin kazina fok ana saltu mahalu gal maraba ta yajibu ta imani واحد كذا اللي واحد وواحد كذا اللي ثاني ابو يا كومري كلام ده ما صح ليك بقانا بتاع ثوره عشان يحقق به الهدف بتاعنا معنى كلام ده ما في ضبط النفس ما في ضبط رب فضبط رب بالنسبه لحاجات بتاع شكله للسلاح بتاعك لجبخان جبخانه بتاعك ضبط رب بالنسبه لهدف بتاع الحركه نحن ثوره عاوزين نحقق السودان الجديد فكل افكار البسيطه يسيبوا ونؤمن بهدف بتاع الحركه بتاع السودان الجديد اللي بيشوف كل زول في السودان كاخو او كاخت كام او كاب كل الناس سو كان ده من اي قبيله سو كان ده من اي جنس من افارقه او من العرب من مسيحيين او من مسلمين ده هدف بتاع الحركه لازم تعمون به ويكون عنده ضبط رب بالنسبه للهدف بتاع الحركه وين في جبل شرقيه وفي كل محلات ضبط رب بالنسبه للمواطنين احترام بتاع زول عجوز مرة عجوزه رجل عجوز ولد صغير كل الناس تحترمه زي ما قلت قبل نعمل شكله في حمام شكريب النهارده نفس اليوم زي يوم ذاك الدكاكين بتاع المواطنين يفتح انت تعمل لوتين تودي وين جنوبي هو ده بعيد تشيل الملاية تمشي عم بوي وشو تشيل المرتبة تودي وين تشيل السكر مالين ده بمشي ببوله بعدين ده كلام بتاع شنو